مرحبا بكم. كريستيانو رونالدو واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في وقتنا الحالي، لديه الكثير من المعجبين ويحاول الشباب تقليده في أشياء كثيرة، والكثير من المعجبات ترى فيه فتى الأحلام. في هذا الفيديو نخبركم بحقائق قليلا فقط ما يعرف عن كريستيانو رونالدو. وقبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا اسمه، بالطبع اسمه من أشهر الأسماء في العالم، وسبب تسميته بهذا الاسم أن والد كريستيانو كان يحب رئيس أمريكا رونالد ريغان، لذلك أطلق على ابنه اسم رونالدو، والذي يوازي اسم رونالد في اللغة الإنجليزية. من كان يعرف أن هذا الاسم ستكون له هذه الشهرة الكبيرة؟ ثانيا من والده؟ الكثيرون يشعرون بالفضول تجاه معرفة هذا الأمر. والد كريستيانو هو خوسيه ديني سافيرو، كان يعمل بستاني في المدينة، وتوفي نتيجة إدمانه الكحول، وكان عمر كريستيانو حينها 20 عاما. هذه المأساة التي عاشها كريستيانو كانت سببا في تجنبه الكحوليات طوال حياته. ثالثا هل بينه وبين جيجز أي نزاع؟ لعب كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، وعندما جاء إلى النادي كان جيجز مختص في تسديد الركلات الحرة، ولكن مع الوقت أصبح رونالدو هو المختص في الركلات الحرة. تداولت الأخبار عن وجود خلاف بينهم، وسئل كريستيانو عن هذا في أحد اللقاءات، ولكنه لم يصرح بوجود أي خلاف. رابعا الإعلانات. بعيدا عن الأموال التي يكسبها من كرة القدم، هناك أيضا شركات داعمة له وتدفع المال: كاسترول، كلير، كوكاكولا، تويوتا، سكوريدا، هيربل لايف، ريفا أكتيف، تاغ واتشز، نايكي، أمبوريو أرماني، سامسونج، الإمارات، كنتاكي، فاسل فاتنز. وتدفع له شركة نايكي فقط سنويا 8 ملايين من الدولارات. خامسا ماركة ملابس. له أيضا ماركة ملابس خاصة به، وعلى الرغم من أن أسعارها عالية إلا أن منتجاتها جيدة جدا، وظهر على غلاف لعبة فيفا ستريت 2. سادسا تغيير جميل. بالمقارنة بين صوره القديمة والصورة الجديدة نلاحظ الفرق. أولا انتظام أسنانه وبياضها الناصع، وغالبا قام بحقن بوتكس في وجهه وحول عينيه، وتظهر أيضا بشرته بدون مشاكل. وعلى الرغم من تكتمه على الموضوع، لكن الخبراء يؤكدون أنه أجرى تجميلا في أنفه وشعره وجبهته. سابعا الطفل الذي كسر ذراعه. كريستيانو دائما ما يشارك في الأعمال الخيرية ويتبرع للكثير منها، سواء لتعليم الأطفال أو لعلاج المرضى أو ضحايا الكوارث الطبيعية، ويشارك في أي عمل خيري غيره. وفي أحد المباريات كان كريستيانو يلعب ضربة حرة، وجاءت الكرة من فوق الشباك لتصيب ذراع طفل صغير فتكسره. لم يفوت كريستيانو الأمر وعالج الطفل على نفقته الخاصة، وأعطاه قميصا يحمل توقيعه. ثامنا صديقه المقرب. هل تريدون معرفة من يكون صديق كريستيانو؟ كما نعرف كريستيانو يفضل الوحدة والعزلة، ولا يثق غير في أشخاص قليلين، ومع ذلك كريستيانو لديه صديقا قريبا منه، وهو خورخي مينديز وكيل أعماله، والذي يعمل معه منذ فترة طويلة. وفي زواجه أعطاه كريستيانو جزيرة هدية بمبلغ يتعدى 50 مليون يورو. تاسعا فصله من المدرسة. كان السبب في تركيز كريستيانو على لعب كرة القدم هو فصله من المدرسة وهو في سن العاشرة، عندما ألقى الكرسي على المعلم لأنه كان يسخر من حالة عائلته المادية، وحينها قرر صب تركيزه على كرة القدم. عاشرا هل رونالدو مسلم؟ هذا سؤال حير الكثيرون، ما هي ديانة كريستيانو؟ وذلك بسبب مواقفه مثل دعم فلسطين وتقديم تبرعات ومساعدة للمسلمين. وقد صرح مسعود أوزيل من قبل أن كريستيانو يحب أن يسمعه ويرتل القرآن، وقد صرح كريستيانو من قبل عن احترامه للدين الإسلامي والمسلمين واحتفاظه بنسخة من المصحف في منزله. كل هذه الأشياء تجعلك تفكر في الأمر، ولكن الحقيقة كريستيانو مسيحي، ولكنه يعامل الجميع بدون فرق، وقد يكون هذا سببا في شهرته. وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما رأيكم بمواقف كريستيانو رونالدو؟ أخبرونا بذلك في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.